تيم. عبد الظاهر السقا كان ماسك في المصري في التوقيت ده في منصب ما، ما خدتش منه الدعم الكافي باسمك وعلاقاتك وكمدرب كبير، ما خدتش منه الدعم الكافي؟ يعني انا مش عاوز اتطرق للموضوع ده. اه ولا لا دعمك ما ولا لا؟ انا مش عاوز اتطرق للموضوع ده خلاص، يعني الموضوع انا بصراحه قفلت برومت، وانا ما بحبش صراحه اتكلم على زميل لا بالايجاب ولا بالسلب، فخلينا نتكلم في نطاق يعني الحاجات اللي انا تخصني انا، خلاص الموضوع بالنسبه لي انتهى. سواء تواجد معايا عبد الظاهر او ما تواجدش، هو خلاص قدينا الدور اللي علينا، وكل واحد الحمد لله رب العالمين، يمكن هو دلوقتي شغال في فيوتشر وشغال في التحليل، ربنا يوفقه وانا ربنا يوفقه. انا احترم في حضرتك دوت جدا. كابتن طارق في قرار اخده ندمان عليه؟ لا الحمد لله عمري ما خدت قرار، لان انا اول ما ابتدي يعرض عليا شيء فانا بستخير ربنا سبحانه وتعالى، فانا برضى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختار. تعتذر لمين؟ اعتذر لمين؟ اعتذر لابويا الله يرحمه. الله يرحمه. اعتذر ليه يعني؟ زعلته في ايه؟ لا ما زعلتوش يعني الحمد لله رب العالمين. بس انا مفتقده صراحه، يعني مفتقده لانه كان بيمثل لي يعني جزء كبير جدا جدا من حياتي، هي ووالدتي صراحه يعني كانوا الاثنين دعم كبير جدا. لكن لو اعتذرت حقيقه فلاسرتي، لان ما تعرف مجال كره القدم يعني بياخد منك يعني، وانا من النوع اللي ما بشتغل يعني صراحه يعني كياني كله ببقى للشغل صراحه، يعني الست اللي معايا زوجتي يعني متحمله المسؤوليه كتيره جدا مع والدتي مع اولادي، وانا يمكن كنت شايل لها سايب لها الحمل يعني بما حمل كده، فانا طبعا يعني اخش بقى في الاعتذارات فهي الاولى بالاعتذار. مظلوم اعلاميا؟ مظلوم اعلاميا يعني الحمد لله رب العالمين، يعني الناس كلها تعرف طر العشر، يعني دايما طب يعني احط اهتماماتي في الكلام ده، الحمد لله كلهم عارفين طر العشر وقيمه طر العشر، كل مكان انت تروح الحمد لله علاقتي جيده جدا باللي موجودين، وحتى بالاعلاميين كلهم علاقتي جيده جدا جدا، سواء ان انا بيتسلط على الاعلام او ما بيتسلطش. بس انا عاوز اقول ان لما يبقى مدرب من خارج النادي الاهلي والزمالك محقق الكم الكبير جدا من البطولات ديت، اعتقد بيستحق انه يوصل لكل الاعلام. النهارده لما مدرب بيلعب كورتين على بعض او بيلعب باسلوب معين مع بعض بيتصيد بشكل كبير. احمد طارق العاشر هيبقى مدرب كبير؟ احمد هيبقى مدرب كبير ان شاء الله باذن الله تعالى، يتاهل كويس وكان معايا مساعد وان شاء الله باذن الله تعالى يعني او عنده التالنت. واجهت انتقادات بس واجهت الموضوع ده؟ واجهت كتير جدا ومش عارف ليه. طالما ناجح مفيش مشكله، يعني انت عارف انت لما انا دايما بحب اخد بايد الاجيال الجديده، فهو من ضمن المدربين، يعني خدت بايد حليم، خدت بايد مكي من اولادنا في حرس الحدود، اي حتى في وادي دجله خدت بايد المدربين، محمد عبد الواحد متواجد كان متواجد معايا في الجهاز، احب ان انا اساعد. فاحمد من النوع اللي هو شايفه مدرب ان شاء الله باذن الله تعالى هيكون له مستقبل، لما باذن الله تعالى يعني هو كمان هينمي نفسه بشكل كويس جدا جدا لما ياخد الفرصه بشكل كبير. لكن انت بتواجه انتقادات في كل الانديه، يعني كله بيلومني ان انت ليه جاي بيحسبوه انه ابنك. طب بس دي مشكله كبيره جدا. ما دام ناجح مفيش مشكله. لا خد انت مدرب مؤهل معاه الدراسات التدريبيه ان هو كمدرب، هو المشكله ان هو ابنك بس كانك ان ده مش واحد انت تاخد بايده بس. كابتن طارق العشري على كرسي الاعتراف النهارده، اجبت الاجابات اللي في قلبك كلها بدون اي توتر، شرفتني.